ابتديت بقى ايه يعني؟ اشتريت شقة ولا اجرت ولا قعدت في اوتيل يعني؟ لا ما كنتش اقدر اغامر اني اشتري شقة عشان شوية الفلوس مش كتير يعني، احافظ شوية عليها. ليه ده؟ تلاقيك قبضت في الامين والمأمون كتير. ولا كتير ولا حاجة. ها شوية الفلوس بقى عملت بيهم ايه؟ يعني كنت بصرف منهم، لانه في الفترة الاولى انا كنت فعلا قعدت ومش عارف انا رايح فين. يعني مش عارف هشتغل ايه يعني، ما كانش في عروض. انا ما نزلتش على مصر بالباراشوت، انا ما نزلتش على مصر على مسلسل اياد نصار، انا نزلت ابن البلد عايش زي ابن البلد ده وابتدي من زيرو. وكنت فعلا بقضي ساعات انا مش عارف بعمل ايه، انا قاعد على البلكونه بعمل ايه في البلد هنا. يعني ما فيش حاجه مش مربط على اي حاجه. لا لا. اكيد في مفاجآت. احكي لي كده، ايه الحاجات الغريبه اللي انت لقطتها في ذاك الوقت؟ يعني انت شفتها غريبه، شفتها طريفه، استغربت لها من المصريين؟ الدليفري. الدليفري ده كان بالنسبه لي اختراع، يعني انه كل حاجه ممكن توصل البيت.